الطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين، معكم صاحب بدر. إن شاء الله النهاردة هنكمل صفحة 138 138 من كتاب سبيكتروم أينز. هنا في الجزء ده بيقول في هايست داس جيجنتايل. داس جيجنتايل مقصود بالعكس، ما هو العكس؟ في هايست داس جيجنتايل أجنسن زي أكمل. هنا جايب لنا جمل وعاوز إن هنكمل الفراغات من الكلمات دي. أول حاجة بونكليش معناها دقيق في مواعيده، بونكليش. تويا يعني غالي، زوبا يعني نظيف. لندن معناها يهبط، ينزل يعني الموتور زي الطيارات كده. دي انكومفت اللي هو الوصول. روكفاد اللي هي رحلة العودة. ليا خالي أو فاضي. أول حاجة هنا بيقول auf dem Flugzeug starten und landen viele Flugzeuge. auf dem Flughafen في المطار، starten يعني بتقلع أو بتبدأ، und landen وبتهبط، viele Flugzeuge يعني الكثير من الطيارات. manche Züge بعض القطارات haben Verspätung، بيكون عندهم تأخير. die S-Bahn اللي هو القطر السريع ist meistens بيكون في الغالب يا شباب pünktlich يعني دقيق في مواعيده. um 8 Uhr sind die Züge voll، الساعة 8 القطارات بتكون مليانة. um 20 Uhr sind sie، الساعة 8 بتكون ايه يا شباب؟ ليا يعني فاضية أو خالية. manche Wagen in der S-Bahn sind schmutzig، manche Wagen بعض العربات in der S-Bahn في القطار السريع sind schmutzig يعني مش نظيفة. andere Wagen بعض العربات الأخرى sind بتكون ايه؟ sind sauber يعني نظيفة. ich brauche informationen über انا محتاج معلومات عن die Abfahrt und where هيكون ايه يا شباب هنا und die Ankunft. Ankunft اللي هو ايه؟ الوصول. Abfahrt الاقلاع und Ankunft الوصول der ICE 753. wie viel kostet ein hin und Leipzig Hamburg؟ كم تتكلف اللي هي هن und Rückfahrt، هن تذكرة الذهاب أو العودة. فغاد فاغن ركوب العجل، است بغايز بيعت يعني تمنى حل. سوق فارن اللي هو يعني است، أو سوق فارن مقصود بيها است ايه؟ هيكون است فاير. تمام، ده الحلول طبعا يا شباب بتاعي. كلاسن شباتسيا جانج اللي هو ايه؟ تنزه. فكاس ميتل وسائل مواصلات. شبغشن زي متفيرن تاين نيمر، تحدث مع الكثير من اللي هم المشاركين في الكورس. فوميت فيغستو انت بتركب ايه يعني او بتسافر بايه. فوميت فاغن زي تسو شولة، بتروح زي للمدرسة. تسووني للجامعة. تسو ارباييت للشغل. ان دين اولا في الاجازة. واس مايستو oder was machen Sie im Zug؟ حضرتك بتعمل ايه في القطار؟ im Auto في العربية. im Bus في الأوتوبيس. in der S-Bahn اللي هو ايه؟ القطر السريع. يعني بتقضي وقتك ازاي؟ ده معناه كده مش فاهم مت، انا بسافر بيه. ونحط هنا وسيلة المواصلات، بتسافر بالقطر، بالأوتوبيس، بالطيارة، بايه اللي انت بتسافر بيه؟ im Zug في القطار. höre ich Musik، بسمع موسيقى. lese ich Zeitung، بقرأ جريدة. schreibe ich E-Mails، بكتب إيميلات. spiele ich auf meinem Smartphone، بلعب في السمارتفون بتاعي. spreche ich mit anderen Leuten، بتحدث مع الناس الآخرين. نبص على الجزء ده وبعدين نرجع نحلها يا شباب. شتركتورن التركيب. لوكال انجابن ظرف المكان. ام معناها اندم تسوق في القطار. ام اندم اوتو مقصود بها اندم اوتو، لان بيحبوا ان هما يخلوا كلمة واحدة. ده اسبان في القطار السريع. طيب هقول مثلا لحد فوميت في غستو تسو شولة، بتروح المدرسة بي. شفارم ومد في بتروح الشغل بإيه؟ شفارة مد ديم أوتو، أو شفارة مد ديم فغاد سو أبايد. بس مايستو إم تسوق، تعمل إيه في القطار؟ إش ليزا دي تسايتون، بقرأ جريدة. إش يوغ جانا موزيك، بحب أسمع موسيقى. بس مايستو إم أوتو أورا إم بوس، تعمل إيه في ال... تشبيلة أوف ماينيم سفارت فون،
Ich spiele auf meinem Smartphone, belaufe das Smartphone بتاعي. Ich spreche mit anderen Leuten, بتحدث مع الأخرين. Für جزء كده بيقول berichten Sie أخبرنا Ben und Edwin fahren oft mit dem Zug. Ben und Edwin يسافروا في الغالب بالقطار. Sie hören im Zug Musik, بيحب يسمع موسيقى في القطار. Ben liest manchmal Zeitung. Ben بيحل برضو كان يكتب برضو عن شخص كده معين. طيب هنكتب عن بين وإدو، هنكتب عن بين أو إدو لوحده، يعني بيعملوا إيه في الوقت الفراغ بتاعهم، في أو بيحب يركبوا إيه في وسائل المواصلات. بين und إدوين فاغن أخت من دي متسوق، بيحب يسافروا في الأرض. في زهورن إم تسوق موسيقى، بيحب يسمع موسيقى في الأرض. بين ليست مانشمال تسايد، بيقرأ أحيانا الجريدة. إدوين فيات مانشمال من دي بوس، بيحب يسافر أحيانا بالأوتوبيس. إدون شرايبت أوفت إيميلز، بيكتب أحيانا إيميلات. ليست أوفت أين رومان، بيقرأ في الغالب رواية. أب أنتو من حين لآخر فان زيت زمن من دم أوتو إن دين أولاو، بيسافر مع بعض من وقت لآخر. طيب يا شباب اللي بعده كده اللي هي فونيتك، بعض الصوتيات الحاجات خاصة بالنطق. Phonetik, Sautiyat, hören Sie, istama und lesen Sie laut, ukra besut ali. B und P. B und P. Bil khafif und bil tsiile. D, D und T. G und K. يعني هنشوف حرف ال B ده ممكن نطق P امتى تقيلة، حرف ال D ده ممكن نطق T امتى، وحرف ال G ده ممكن نطق K امتى. ده بالنسبة لل B. Bahnhof Bahnhof بعدية Bahnhof محطة pünktlich pünktlich دقيق في مواعيده. Bier Suppe Suppe شوربة. DT D الوحيدة Dresden دي اسمي ولا في ألمانيا. تاكسي تاكسي. Bitte عفوا Danke شكرا. Gleis Passiv Köln Gemüse خضروات Kartoffel بطاطس. Die Buchstaben B und D und G am Wortende، دي الحروف دي في نهاية الجملة هيكون شكلها عامل ازاي النطق بتاعها. Hören Sie استمع und lesen Sie laut، اقرأ بصوت عالي. Urlaub Urlaub بنطق بي تقيلة. Urlaub أجازة. Fahrrad Fahrrad نطق تي. Abflug Abflug Zug Zug نطق كا نطق كا هنا في الجملة. Hören Sie استمع دي وورت فاغه الكلمات und ordnen Sie die Wörter zu. رتب الكلمات. Das Fahrrad die Fahrräder die Fahrrad نطق تي هنا. Fahrräder نطق دي. عجلة عجل. Das Verb بتقيلة. Die Verben بخفيفة أفعال. Das Bild دي خفيفة. Die Bilder Bilder دي. Das Flugzeug طيارة ك. دي فلوجزويج دي. دي تسوق ك. دي تسوق دي. ونسمعها كده يا شباب. Kapitel 7 Aufgabe 11a Phonetik. Bahnhof pünktlich. Bier Suppe. Dresden Taxi. Bitte, danke. Gleis, Köln, Gemüse, Kartoffeln. Kapitel 7, Aufgabe 11b, Phonetik. Urlaub, Fahrrad, Verkehrsschild, Abflug, Zug. Flugzeug. Kapitel 7, Aufgabe 11c, Phonetik. Das Fahrrad, die Fahrräder. Das Bild, die Bilder. Der Zug, die Züge. Das Verb, die Verben. Das Flugzeug, die
Flugzeuge. وكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.